ثابتة اليوم بالنسبة لقضية سمير فرياني، الاعتداء على من الدول الخارجي فيما يتعلق بالأرشيف الفلسطيني معناتها ثبتت صحته، فقد استبقى بن علي جانب من هذا الأرشيف الفلسطيني. بالنسبة لأرشيف البوليس السياسي كذلك الحقيقة بقيت ماثلة وتتمثل في قيام جهاز أمني مباشرة بعد الثورة بمعاد إعدام جزء من الذاكرة الأمنية والمتضمن لبعض الملفات التي تجرم بن علي. سي سمير حاليا يعني استأنفت الحكم؟ فعلا قمت باستئناف هذا الحكم يوم 31 معد مارس، أربع أيام فقط بعد صدور الحكم. ودنيا ما سي سمير يعني صدر المنشور عدد 41 فيما يخص يعني الوثائق اللي الاكسيسيبل، شنو تعليقك على المنشور هذا؟ والله التوقيت معناتها في اصدار هذا المنشور معناتها والحال ان بلادنا معناتها عاشت ثوره، المبدا هو حريه الاطلاع على كل الوثائق المتاحه بالاداره بعض الاستثناءات تستثني الوثائق ذات الصبغه الامنيه. ما نعرفش هالاحتراز هذه على هذه الوثائق ذات الصبغه الامنيه من سيستفيد بها؟ من سيستفيد بها؟ لا يمكن ان يكون ان يستفيد بهذا هذه الاستثناء الا بن علي نفسه. لو كان موجود ما يقاش معناتها منشور امثل انه يحمله معناتها الحقائق الاجراميه من صدور مثل هذا المنشور. فلماذا التعجيل حسب تقديري الشخصي معناتها كتعليق على صدور هذا المنشور معناتها في جانب الاستثناء منه المتعلق بالوثائق الأمنية، لماذا التعجيل باستثناء معناتها الوثائق ذات الصبغة الأمنية؟ السؤال اللي طرح نفسه. وسي سمير يعني مؤخرا تم إعلان اليوم الوطني لحرية الإنترنت وحضرنا وكله يعني، لكن اون بروفوندور يعني الحقائق، شكون تعقب زهير اليحيوي وشكون اللي تسبب له في المحنه نتاعو اللي صارت؟ والله من بين الملفات اللي كنت كشفت عنها لدى معناتها سامعي امام حاكم التحقيق العسكري يوم 2 جوان هو ملف معناتها زهير اليحيوي، وكنت أود لو كانت معناتها مناسب الاحتفال باليوم الوطني الأول للإنترنت يوم 13 مارس معناتها الفارط أنه كانت مناسبة لتعرية الحقائق، ولكن قد مر هذا الحدث بيكون بدون أن تتم تعرية من كان المسؤول عن عملية قمع معناتها هذا الناشط في العالم الافتراضي معناتها المرحوم زهير اليحيوي اللي نعرفه معناتها بهذا الملف كان من أنظار الإدارة العامة للمصالح الفنية وإدارة الاستطلاع الإلكتروني اللي كان معناتها يقمع من خلالها بن علي نشطاء على داخل العالم الافتراضي وكان يمارس إرهابا افتراضيا ضد خصومه. فبالنسبة للمرحوم زهير الرحيوي معناتها هذا للتاريخ نستبقيه، فإن إدارة عامة للمصالح الفنية وإدارة العمليات الفنية وصبها إدارة معناتها فرعية إدارة الاستطلاع الإلكتروني هي التي قامت بتتبع معناتها زهير الرحيوي والتعريف به ثم إيقافه من طرف معناتها أجهزة أمنية متخصصة، وهذا ما نجم نساهم فيه معناتها من موقع البسيط في إنارة معناتها خاصة عائلة الشهيد معناتها زهير الرحيوي لإبقاء هذه الحقيقة، ولربما سمير فرياني كان يمثل معناتها جزء تهديد لبعض الأشخاص الذين يريدون مواراة حقائق إجرامية لبن علي. وسمير البارح يعني صدر البارح بلوتو الجلسة السابعة البارح الجلسة السابعة في قضية قتلة شهداء تلا والقصرين، ورينا يعني إنه المحكمة حسب المحامين حسب محامي عائلات الشهداء تسرعت او فصول يعني المحاكمه ماهيش كامله، شنو رايك؟ والله كنت انا في شاتي اللي ادليتها معناتها نهار 9 فيفري 2012 للقضاء العسكري عطيت معطيات فنيه تتعلق بهيكليه وزاره الداخليه
وكان معناتها حسب تقديري الشخصي من المفروض ان لا يقع التسرع معناتها في دخول في المرافعات، باعتبار ان هناك جزئيات حول عناصر المساءله للقيادات الامنيه اللي اليوم مازالت ماهيش داخله في دائره المساءله، في حين ان هيكليه وزاره الداخليه تقتضي عدم الاكتفاء بالقيادات الامنيه الموجوده بالعوينه، فما اشخاص اخرين معناتها هما عندهم ضلع كبير في اخماد الحركه الاحتجاجيه في عدد من ولايات معناتها من الجمهوريه. سي سمير، انت حاليا ما زلت موقف على الخدمه؟ أيه. من وقتاش؟ والله هي من المضحكات المبكيات انه تم السماح لي بالعوده يوم 4 نوفمبر، وكنت بشرت بصفه فعليه العمل نتاعي الى حدود معناتها يوم 2 فيفري معناتها 2012، ولكن بقايا النظام البائد داخل وزارة الداخلية اللي حرشتهم أنا بالعديد من المواضيع، من بيناتها معناتها إدلاء بشهادتي معناتها في قضايا الشهداء، موقفي من تطهير وزارة الداخلية. توقفت بحجة يعني تسريب وثائق سواديزون أنا. والله أعتبر معناتها الملف التأديبي معناتها عبارة على كوكتيل مولوتوف أعده، مش نذكر معناتها الاسم معناتها المسؤول هنا، كهدية ملغومة إلى السيد وزير الداخلية، باعتباره أن معناتها الملف متكون من معناتها مكاتبة تتضمن التجسس على حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، قاموا بها في وقت معناتها الحبيب السيد وزير الداخلية حبيب السيد، مكاتبة أخرى إحالة أنا نقول مجرم آخر على التقاعد وجوبي حاله معناتها الحبيب السيد نهار 19 نوفمبر، واتهمني اني اردت التنكيل به وهو المدير العام السابق للمسارح الفنيه حامد زيد، واستغرب كيف يتضمن ملف تاديبي لوثائق معناتها حتى من الناحيه القانونيه لا يمكن اعتمادها بعد الثوره لمساءلتي. ثم تمت مؤاخذتي على شيء عبرت عليه نهار 11 جانفي امام وزاره الداخليه، حين اعتبرت انه حكومة الباجي قايد السبسي ليست حكومة القطع مع الماضي، وحين معناتها ناديت إلى معناتها مساندة السيد وزير الداخلية علي العريض، وتم الاحتجاج من طرف معناتها مديرية التفقدية كيفاش تعبر وتقول معناتها حكومة الباجي قايد السبسي ماهيش حكومة القطع مع الماضي، وكيفاش تساند معناتها وزير الداخلية، وأستغرب مثل هذه المواقف. على كل حال هي تكمل المظلمة التي انطلقت بتلفيق عدد من المهام، وان شاء الله معناتها الوضع يعود الى معناتها وضعه الطبيعي، وعندي ثقة معناتها في السيد وزير الداخلية الحالي علي العريض اللي يعرف الظلم انه ما يتيحش في الفخ اللي نصبوه بعض القيادات الأمنية اللي تحب اليوم معناتها اقصائي من وزارة الداخلية.